اهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام من جديد على قناه انفو الكماتيك. اذا في هذه الحلقه سنتكلم عن المراجع ريفرنسز في لغه سي بلس بلس. اذا ما هو المرجع او المتغير المرجعي؟ اذا المتغير المرجعي هو مرجع لمتغير موجود ويتم انشاؤه باستخدام العامل ampersand، وهي تقنيه تتيح لنا اعطاء اكثر من اسم لمتغير معين، وبالتالي فهو وسيله ثانيه للوصول إلى محتواه. مثال، إذن هنا قمنا بتعريف متغير من نوع string اسمه شيب، وأسندنا له القيمة triangle. هنا في هذا السطر قمنا بتعريف متغير من نفس النوع وأعطيناه الاسم form مسبوق برمز ampersand، وأعطيناه المتغير السابق وهو شيب. إذن هنا سأقوم بطباعة محتوى شيب وفورم، وسيعطينا نفس المحتوى والذي هو تريانجل. في هذا المثال السابق تم استخدام العامل ampersand لإنشاء متغير مرجعي، ولكن عموما يمكن أن نستخدم أيضا هذا الرمز للحصول على عنوان الذاكرة لمتغير. فعندما نعرف أي متغير في لغات البرمجة فإن الحاسوب يقوم بتخزين ذلك المتغير في الذاكرة ويعطيه عنوان. إذن لكل متغير عنوان خاص به في الذاكرة، وبالتالي للوصول إلى هذا العنوان يمكن أن نستعمل هذا الرمز ampersand. مثال، إذن هنا متغير شيب من نوع string أعطيناه القيمة triangle. هذا السطر يقوم بطباعة عنوان الذاكرة للمتغير شيب، وسيكون المخرج هو هذا العنوان بالهيكساديسيمال. والآن سنمر إلى تطبيق لنفهم المتغير المرجعي والعنوان في الذاكرة. نفتح برنامج كود بلوكس ثم ننشئ ملف جديد من هنا File New Empty File، ثم نقوم بحفظ هذا الملف File Save File As، ثم نختار مجلد المشاريع ونعطيه اسم مثلا references نقطة سي بلس بلس. enregistrer include io stream using name space std، ثم الدالة الرئيسية main بين قوسين، ثم افتح القوسين المجعدين، وفي نهاية الدالة لا ننسى return مثلا 0.. هنا سأعرف متغير من أي نوع، مثلا int أو double أو float أو string، مثلا string shape، وأعطيه مثلا قيمة triangle، ثم في النهاية نقطة فاصلة. إذن كلما استعملنا النوع string يجب أن نستدعي الملف string أو المكتبة string. إذن include string، ثم بعد ذلك سأعرف متغير من نفس النوع string، أعطيه الاسم مثلا form مسبوق بالرمز ampersand للإشارة إلى أنه مرجع، ثم يساوي شيب يعني مرجع إلى المتغير شيب. الآن سأقوم بطباعة كل من المتغيرين شيب وفورم. إذن سي أوت شيب أند لاين، نرجع إلى السطر سي أوت، ثم المتغير فورم and line نقطة فاصلة،
والآن سأقوم بتنفيذ البرنامج لنرى النتيجة. إذن كما تلاحظون تمت طباعة نفس المحتوى وهو تريانجل، يعني محتوى المتغير الأول وهو الشيب. جيد، الآن سنتكلم عن الأدرس في الذاكرة، عنوان الذاكرة للمتغير. مثلا سأحذف هذا السطر وأحذف هذا السطر وسأضع هنا الرمز ampersand. إذن هنا سنرى ما هو العنوان الذي أعطاه البرنامج أو الحاسوب للمتغير شيب، يعني عنوان الذاكرة. سننفذ البرنامج. إذن كما تلاحظون هذا هو العنوان الذي خصصه الحاسوب للمتغير شيب في الذاكرة، وهو بنظام الهكساديسيمال. جيد، إذن هذا كل ما يتعلق بالمراجع وعنوان الذاكرة باستعمال الرمز ampersand. إذن شكرا على انتباهكم، وإلى اللقاء في حلقة قادمة إن شاء الله.